ياي قالولي هي بغرفتها؟ كانت بالصالون. أهلين حبيبي. انت ما تعبتي بس انا عيوني عم بيغمضوا لحالهم. رح اتدوش ونملي كم ساعه. نام حبيبي، امبارح تعبت كثير طول الليل وانت سهران ما نمت. الحمد لله على السلامه حبيبي. نهاله بامانتك. وقفي لا توجعي. ما بتوجعني. بابا قال لي انه حطولك سيخ. اي صرت مثل الرجل الالي. عم تتوجعي؟ لا تعود جنبي طلع فيه. انت بكيان شي مراد؟ ما في شي. اليوم كان يوم صعب حبيبي. لا تبكي انشغل بالي عليكي. خلص مشي الحال ليك، رجعت على البيت بسرعة. نعم سمر، شو صار؟ ما حكينا مثل العالم والناس. أنا قلت اللي بدي أقوله، أنت في شي حابب تحكي؟ أنا قلبي عم يحترق من اللي صار، وأنت كتير مرتاحة. ماني مرتاحة، بس فرحانة لأنه رح يصير عنا بيبي. أصلاً أنت عم تتلاعبي فيي ما؟ أنت بالأساس مانك حابة تجيبي ولد ولا شي. أنت بلشت تضايقني. سمر ما فيك تعملي هيك، ما فيك تجيبيه للولد. خلص مهند، أنا بالتاكسي وبدي سكر. لا تسكري، خلينا نحكي. أصبح تعال المساء رح أستناك مشان نحكي. مبسوطة إنك عم تتلعبي فيه ما؟ بشوفك المساء. لوين رايحة مدام؟ أتاكوي مارينا. تكرمي مدام. أنت منيح؟ ما في شيء. طرقت بالكرسي. منيح؟ إذا بتحب تحكي أنا بغرفتي. يسلم. معلبية بالفستق، هلا صار الأكل جاهز على الآخر، بيستاهل تمك يا حلوة. شكراً كثير، سلم إيديكم. انت مرتاحة هي؟ خلص خالي شهيرة مرتاحة كتير. باين انك ما بدك تطلعي لفوق، قلنا حتى نجهز هون. عن جد انا هلأ منيحة، هلأ شوي تاني بطلع لفوق. حضرتك بتريدي شي لميس خانو؟ لا شكرا إلكم، لما تفضى الصينية انا بخبركم. يلا سليمان افندي نحن خلينا ننزل. ان شاء الله ما على قلبك شر يا وردة البيت. تسلم. لا تتعبي حالك. ماشي.
راح نروح نحضر العشاء فورا. خلينا ننهي الموضوع يا نهال. بالنسبة لي هذا الموضوع انتهى، مو حابة أحكي أكثر من هيك. بس أنا مظلومة بهذا الموضوع. معناتها ما في مشكلة. وقت اللي قال لي عدنان بيك إنك أخذتي موقف منه ما صدقت أبداً. بس هلأ عم شوف بغرابة إنك عم تتهميني بنفس الجمل يلي عم تتهمني فيها فيروز خانم. إيه؟ فيروز خانم عم تأثر عليكي، وإنتي صايرة عم تشبهي نهال. أكيد لا. أنا كمان في إلي دماغ بستوعب كتير منيح وبشوف اللي عم يدور حوالي. نهال، عن جد هاي اللي أنت بعرفها؟ إيه، وصلت معي لحد هون. من أول يوم سمعتي في عم مهند وأنت عم تقولي لا. هذا الموضوع مختلف تماماً. من البداية ما أنك حابة نكون مع بعضنا. أسباب هاي القصة كنا حكيناها كتير. وهلأ مثل هيك إشاعة عم تصدقيها بنفس السبب؟ نهال عن جد أنا ما عم بعرفك ابنه. في حقيقة كتير واضحة إنه صار لي بده إياه حلمي أونان. سمر وبابا على وشك يتركوا بعض، بس ما قدروا يفرقوا بيناتنا وما رح ينجحوا أبدا. عن جد عم تفكري إنه أنا إنسانة من هذا النوع؟ لا تاخدي عليكي، أنا قلت حلمي أونان. بتعرفي منيح إنه أنا ما حكيت لك ولا كلمة بحق مهند، حتى اني ما عاد حكيت بشو عم فكر. عدا عن هيك هي كمان عم تعملي نفس الشيء، كمان عم تحاولي توحي بنفس الكلام. لا، انا بس بدي اياكي تتخلصي من تاثير فيروز خانو. صرتي عم تحكي مثلها بالضبط. بكفي بقى، بكفي، ما عاد حابه احكي بهذا الموضوع بنوب. مع السلامة مادموزيل. طلعتني عن طوري. سمعت كل شيء. كتير ضغطت علي. تقمتي لها لسمر، برافو عليكي. مدموزيل، شو عم يصير؟ بيكون صار عندها شغل مستعجل. Thank you.